تحكت من انكم كلكم بخير ولا خير، نهار جديد، روتين جديد باذن الله، روتينا ديال اليوم ان شاء الله. في بعض الوصفات اللي غادي ينالوا اعجابكم، درت لكم البنات واحد الروز اللي ساهل كيطيب هو والخضره في مره واحده بطريقه مغايره، وكيجي لذيذ بزاف وفي اقل من 10 ديال الدقائق. كذلك غادي نحضر معكم بعض وصفات المرافق على هذا الارز. المهم اي حاجه درتها في هذا النهار غادي نشاركها معكم. ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد يوميا مع ثلاثه الاشياء. كنحط لكم فيديو جديد، كنتمنى انكم تكونوا في الموعد وفرجه ممتعه. كيف شفتوا معايا هنايا، انا راه وجدت غادي نصايب واحد كيكه عاديه غير بجوج البيضات، وغادي ندير هنايا وجدت الخضره اللي غنخدم بها كامله، هنا وجدت البطاطا. غادي ندير البنات واحد الوصفه في الكوكوط اللي كتجي خطيره بالبطاطا والفلفل ومطيشه والروز، عرفتوا البنات، وكيطيب كلشي في مره واحده. هنا عجنت الخبز ها هو خليته تيخمر، صافي غسلت شي معينات اللي كانوا عندي هنايا، درت الدنجال ومهم هاد الخضره هادي باش غندير بها الزالوك وصافي. المهم اي حاجه غادي نديرها في هاد النهار غادي نشاركها معكم، خليكم معايا البنات فضلا وليس امرا. شاركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو ديالي، كذلك ديروا لايك للفيديو الا كان كيعجبكم هذا النوع من الفيديوهات باش نستمر. يعني انا فاش كديروا لايك كنعرف ان هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبوكم. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، وبلا ما نطول عليكم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يتواصلوا معايا اكثر، مرحبا بكم في الانستغرام ديالي اللي هو طبخ ليلى، ونخليكم دابا فرجه ممتعه. نبدا اول حاجه بواحد كيكه اللي فيها غير جوج البيضات، ومخرجت البيض في الصباح، وغادي نزيد فيها فاني فيها 7 غرام ونص، غادي نزيد قبيصه ديال الملحه، نزيد كاس لاروب ديال السكر سنيده العبار بكاس لمبا، وغادي نطرب كلشي حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. نتوما البنات شوفوا البيض كيف كيولي. دابا غادي نعبر كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الزيت غادي نبدا نضيف بشويه بشويه، وفي نفس الوقت نخلط. هنا البنات عبرت كاس لاروب ديال المشروب غازي، اي نوع ديال المشروب غازي غادي نضيفو ونخلط بسرعه منخفضه، صافي نحيد الباطو. نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الخل، دابا غادي نضيف كاس الاول ديال الدقيق، غادي نضيف عليه جوج خمارات، كل خماره غادي ندير فيها 8 غرام، يعني 16 غرام ديال خميره الحلويات. البنات خديت المول ديالي هنا، دهنته بالزبده ورشيت الدقيق، هانتوما الخليط. بالنسبه للكيسان ديال الدقيق هزات ليا جوج كيسان ديال الدقيق، نتوما شفتو. صافي غادي ندخلها للفران، غادي نشعلو درجه الحراره 160، غادي نشعل عليها غير من التحت حتى تبان ليا تنفخات وطابت، ونشعلها من الفوق باش تحمر الوجه ديالها صافي. غادي ندوز دابا من بعد ما طابت الكيكه راه خرجتها ودرت الفران قرصت الخبز، ودابا غندوز نشد هذيك اللي قلت لكم الخضر مع الروز كيجي واعره. هانتوما عندي مطيشه كميه اللي بغيتو، كنقطعها هكا كبار شي شويه، غادي نديرها في الكوكوط. بالنسبه ليا انا غادي نكثر شي شويه حيت بغيت باش نخلي الدراري ديوها معاهم المدرسه، غادي نزيد عليهم غير شي فخيضات ديال الدجاج في الفران وصافي. بالنسبه للدراري اللي ديو معاهم المدرسه داكشي علاش درت كميه كثيره ديال هاد. البنات زدت بطاطا حتى هي كنقطعها مربعات يكونوا كبار،
نتوما البنات غسلت الروز، عندي هنا نص كيلو ديال الروز غسلته وصفيته، غادي نزيدو الخضرة. غادي نزيد هنا التومة عندي محكوكة تقريبا واحد 4 ديال الفصوص، وشوية الربيع زبور معدنوس. التوابل غادي نضيف شويه ديال السكنجبير تقريبا واحد نص معلقه صغيره حتى انا دايره كميه كثيره. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقة صغيرة تكون عامرة ديال الكركم بلدي. ندير الملح وزيت الزيتون، دابا البنات غادي نزيد الماء. بالنسبة لي الماء عبرت نص زلافة، هاد الزلافة الكبيرة هادي نصها روز، غادي نديرها عامرة ديال الماء. بحال مثلا درنا زلافة ديال الروز نديرو جوج زلافات ديال الماء. غادي نسد على الكوكوط، غادي ندير الصفارة، ومن بعد ما تتصفر كنحسب خمسة ديال الدقايق، خمسة ديال الدقايق ونطفي عليها ونخليها ما نحلهاش حتى تدوز واحد 10 دقايق عاد نحلها. من بعد ما درت الزالوك هنا درت فيه عصفور معدنوس، غادي نزيد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، غادي نزيد واحد جوج فصوص ديال الثومه، الزالوك كيبغي الثومه تكون كثيره. بالتوابل غندير جميع التوابل، الخرقوم بلدي، شويه سكنجبير، تحميره، البزار، الكمون، وشويه العصبر يابس مطحون. هنا عندي مطيشة غادي نديرها مع الكالامار، غادي ندير مطيشة تكون كبيرة. غادي نزيد عليها شوية ديال، هنا درت مطيشة درت شوية ديال مركز الطماطم، غادي نديرها في هاد الطويجنات الصغيورين، ندير شوية زيت الزيتون. بالنسبة للتوابل غندير الخرقوم بلدي، شوية البزار، شوية تحميرة، وشوية الملح. شويه الربيع وغادي نزيد شويه ديال الثومه. صافي البنات دابا درت الطاجين الطويجنات ديالي، درت فيه كلشي. هنا عندي الكالامار والكروفيت، بالنسبه للكالامار غادي نقطعو حتى عندي هذا الكبير. ندير غير جوج طويجنات حيت هادو راه صغيورين البنات، راه ما تتخيلوش قداش. صافي درت ثلاثه، قسمت هادشي على ثلاثه، حسب ليا كروفيت وكالامار كتير. غادي ناخد كميه هنا،
برا مازال الحال، غادي نخلط كل شيء باش يشرب هذيك العطريه ونخليه حتى كيقرب العشاء، وغادي نديرو راه دغيا كيطيب كياخدش الوقت نهائيا. هاي الكيكه ديالنا راها طابت وكتجي هشيشه، شوفوا صافي. دابا غادي نحطها في الكوتر، قطعتها كلها طريفات صغار باش كل واحد يهز طريف وصافي. هنا الزعلوك ديالنا راه طاب وكندير ليه بحال هكا كنماكل، وغادي نزيد زيت الزيتون، الزعلوك كيبغي زيت الزيتون. الكوكوت هاهي راه طفيت عليها، وغادي نخليها واحد 10 دقائق ونحلها. وهنا الطويجنات هما يلاه شعلت عليهم العافيه، هما الاخرين دغيا كيطيبوا هما صافي. الزعلوك حتى هو راه قربت نطفي عليه غير واحد شويه. البنات الغدا العشاء ديالنا راه طاب، هانتوما الروز عرفتو راه دغيا دغيا كيطيب. غادي نوريكم شويه، هانتوما شوفوا الروز شوف كيولي، هانتوما دغيا كيطيب. الطويجنات ديالي هاهما راه طابو، زدت عليهم شويه ديال زيت الزيتون من الفوق ودغيا كيطيبو ودغيا كيطيبو. هادشي ما نعاودش لكم. والزعلوك ديالنا حتى هو دغيا تيطيب، فضحتينا. صافي دابا نحط العشاء ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. هي على دغيا كيتكال، دغيا كيتكال. صافي البنات، هذه هي العشيوه ديالنا. كيف شفتوا الروز كيف كيجي، كيجي بنين بزاف، طريقه سهله وبسيطه. كذلك هنا عندي المقيله ديال كروفيت وكالامار اللي كتجي لذيذه بزاف. وصافي والزعلوك، غادي نسد معكم هذا الفيديو هذا حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد، وصفات جداد وروتينات جداد. خليكم في امان الله.